هذا اللي كان بيعمله مع ده كله يخضر فيه يا حتى جزء عيال زي ده امك من كلمه احلى كلمه يا بابا يعني حتى جزء عيال زي ده. فبصراحه نطلع اعدامه 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 نطلع اعدامه طبعا ان شاء الله كلنا ثقه ان قضاءنا العادل هيجيب حقه باذن الله. فحرماني جزء عيال زي دول من احلى كلمه يقولوه كلمه يا بابا يا حتى جزء عيال. فانا اللي طالب منكم اعدام. ما اشتكاش لحضرتك قبل كده من محمد ما قلتيش اللي فيه؟ لا انا كنت ببى في البيت ساعه محمد يقول لي يا سمير يقول له حاضر يا محمد انا جاوب. حتى اقول له يا ابني تعالى اعمل لك سندوتش يقول لي اعمل سندوتش لمحمد يا ابني. اقول له ماشي حبيب انا والهم الاثنين حتى الكوبايه الشاي كنت بعملها لهم الاثنين مع بعض ما كنتش اتوقع اللي هو يفضل بابني. يعني العلاقه ما بينهم كانت كويسه قبل كده؟ والله كنا مع بعض حلوين خالص ما كانش بيننا وبينهم اي مشاكل. طب ايه حكايه ال100 جنيه دي؟ ال100 جنيه ديت هو كان شغال مع عمي كان فضل له 100 جنيه يعني ابني ادى له الحساب بتاعه فضل له 100 جنيه. فجت والدته وقالت له يا سمير شوف لي 100 جنيه معاك يا حبيبي لما اسوق فيه. قال انا ما معيش فلوس. قال لها امال يا ام محمد خذ ال100 جنيه. انا جيت امس ابني يعني تاني هو يوم بقى. المتهم كان ليه 100 جنيه؟ ثاني يوم بقى بيقول لي يا سمير حتى ال100 جنيه. قال له يا ابني انا بدي اطلب لو امك محتاجاها لا ودتها لي. قال له ليه بتديها لامي؟ قال له طب يا محمد انا حمطر الدار يا حبيبي اللي انا فيه وحديك 100 جنيه يا محمد من اللي لك يا عم السجاير. وجاني ساكتين بقى على كده ما كنتش اتوقع اللي الانسان الكلام ده كان قبل الجريمه بقد ايه؟ يعني قبل الجريمه ب 10 ايام ما كنتش اتوقع اللي دي يعني بعد العش والملح واللي ابني بيعملوا معاه ده كله ما كنتش اتوقع اللي هو يضرب ابني الضربه دي. انا على ما طلعت لقيت ابني بصراحه يعني عين في دمه فجم مشدين من على راس المره كنت لابسها عشان يسدوا بس صدرني بس ما ربنا بقى امر بكده. استدرجوا ازاي والواقع بدا ازاي؟ انا ما انا طالعه لقيت ابني فرع الحيط فرع الحيط فرع الحيط عين في دمه في عندكم في البيت؟ لا جنب الشارع ايوه هو نازل ياخد ديم قبله بقى قبله غادر بقى يعني هو هم بيت النت النيه ان هو هو نازل من البيت بتاعه واحنا بنقول له خد يا محمد ساجد ادي لابوه يعني مش مدين اما مش مدين خوان تمام فبنقول له خد يا محمد ساجد خد يا محمد وياك ساجد ادي لابوه تمام فما ردش علينا لقيناه ماشي فدي برضه قالت له خد يا محمد ساجد وياك ادي لابوه برضه ما ردش علينا لقيناه ماشي طوال ابني بقى نازل عشان ياخد ابنه من وسط التكاس دي قبل بقى قبل بقى غد ضربوا بيه ضربوا بالسكين سكين تمام ضربوا بالسكين تمام البقاء لله. هنرجع للحاج والد سمير المتوفى رحمه الله تعالى هنسمع منه اللي حصل من تفاصيل في هذه القصه وما دار. بقاء لله وربنا يصبرك يا حاجه. نكمل حضرتك والد الشاب اللي توفى رحمه الله تعالى احكي لنا كده اكيد انت كنت على درايه بعلاقتهم ببعض على درايه بما بينهم من صداقه وكذلك عطف ابنك عليه في العمل وتوفير له فرص عمل وغيره. انا كنت انا فعلا حلفت عليه بالطلاق من امه ما يشتغل معاه ده قبل كده ايوه هو سابوني شهرين كده ما يشتغلش معاك اعمل بقى حاجه ال100 جنيه دي ما اعرفش بس انا لما لقيته هاي اللبط كان سرق تليفون قبل كده من جماعه يعني وابني دفع الحق في التليفون فقلت له عطك من امك هو كان ليه بيساعد كان ليه بيساعده دايما كده هو الباب في الباب وهو شغال عنده معاه عامل معاه فلما هو خد التليفون ده قلت له يا ابني عطك من امك ما هو شغال معاه عشان يبعد عن الناس دي قال خلاص يا بابا سابوه شهرين او ثلاث شهور كده ما يشتغلش معاه عمل حاجه بقى اللي هي ال100 جنيه دي تمام هي عم ضرب الضرب اللي هي توقعت اللي هو يغدر بيه لا ابدا والله تمام فجيه نازل كان في دكان مؤاخذة حلاقة نازل هو جاي هو الأول راح لو انت شفت الكاميرات يعني شفنا الفيديو في حين هو راح الأول لما لقاش مكان رد كان ابني ده بيجري ورا منه فهو مفكره اللي هو جايبه فهو نازل على ما فيش نية اللي هو يغدر بيه كده فجيه ضربه انا عاوز اعدمه النهارده قبل ان شاء الله كلنا ثقه ان قضاءنا العادل هيجيب حقه باذن الله. المتهم سبق قبل كده وعمل خلافات في المنطقه احنا عارفين ان انتوا الاثنين جيران والبيوت في وش بعض كان من سنه او سنتين كده كان مولع في دار واحد
ويمكن في حكم الغد عليه دلوقتي برضه. يعني مش اول مره ليه او اول وقت؟ لا كان مع صاحب جماعه و... لا طيب هنرجع لحضرتك، هنسمع من الحاج وهنيجي لحضرتك. لا بس في هو كان قبل كده كان في ناس جيران برضه اصحابه، وكان راح ولع في بيت يعني، وكان عليه قضيه قبل كده. يعني هو عدواني بطبعه؟ لا عدواني بطبعه، طبعه عدواني. ايه عامل بقى موت ابني. ابن حضرتك ما اشتكلكش؟ لا والله ما اشتكلكش. لا ما فيش ما اشتكاش خالص قبل كده منه او من اي حاجه؟ لا انا فعلا حلفت عليه ابن امه ما يشتغل معاه. بعد كده قطع الشغل معاه؟ ايه سابوا يجي شهرين او ثلاث شهور كده ما يشتغلش معاه. عشان عدم الغلط برضه قلت له يا ابني لا بلاش الواد ده، قال حرجك في بيت واحد خلاص، ما بعد كده ممكن اعمل لك اي حاجه مشكله تاني. احنا ناس غلابه برضه. فقال خلاص يا ابو الله ما شغال معايا، فسابه بقى الفتره دي. بقول لله يا حبيبي. حضرتك في اخته خلف؟ تمام. انت كنت بتقولي اللي هو في تفاصيل عايزه تقوليها، اتفضلي. اللي هو دايما مشاكل يعني، حتى برضو ابوه جاي يوم ما يسافر كان بيجري ورا ابوه بالسكينه، واخوه برضو بالسكينه قبلها برضو كان ماسك والدته برضو عمال يحدفها من البلكونه، لولا ان سمير حط عرج خشب من البلكونه عندهم لعندهم، وعدى على عرج الخشب عشان ينقذ امه. وبعدين كنت ابقى هناك نخبز الحاجه، خد يا محمد، خد يا محمد، خدي كذا، اقول لهم سمير ما تديلهمش يعني، ما تديش للناس دي حاجه. دي برضه تقول لك لا هم جيراني، هم اولالي منكم. كان دايما باستمرار على نفس الموال. وبرضه سمير يا ابني مالكش دعوه بالاشكال دي، يقول لي يا خالتي اسكتي، ناس غلابه، عيل غلبان ليه لوجه الله؟ برضه يديله سجاير، يديله اكله، يجيبوا البيت عنده. اقول يا ابني ما دخلش الناس دي، يقول لك لا بثوابه لوجه الله. جابه جه برضه يوم العركه، جاب لها برضه ب 10 ايام برضه، قعد شد معاه عشان خاطر ال 100 جنيه دي، انا عايز ال 100 جنيه. قال له يا ابني امك خدت ال 100 جنيه. امه قالت له انا خدت ال 100 جنيه من سمير. قعد زعق له، قال له حاضر يا محمد انا مطر الشغلانه معايا، هديك يا محمد، مش هديك 100 جنيه، انا هديك اللي انت عايزه. جه برضه الولد عامل النيه من يوم البتاع دي، من يوم العركه جاب له ب 10 ايام ان هو بيعمل ازاي ان هو يقتل سمير ويموته. يعني هو برغم انه ايوه مربط جاب له 10، اخوه اللي جاب، اخوه اللي جاب هو امه. اخوه شفنا احنا في أيوة. في محاضر جهات التحقيق انه قال اللي فعلا اخوه. ايوه اخوه قال ان هو فعلا جاله 10 ايام بيعمل، وهو نازل بيقول لامه انا نازل اقتله. امه جات له روح وسته جات له روح. سيئاً الأمور كلها كانت في قيد التحقيق، خلينا في صلب القصة. تمام. أنت بتقولي اللي هو سن السكينة قبلها، وده اللي أنت عرفتوه من أهليته. أيوه. أن هو فعلاً نازل بالسكينة، نازل برضو أن هو يقتله، واخد السكينة بجنبه، واخد نفسه نازل وسمير هناك في الدكان عند بتاع الحلاق اللي هو على باب الشارع، ورايح نازل عشان يجيب ابنه. وديت بتقول له خد يا محمد ساجد وديه لأبوه، مرضاش يرد عليها، ما كملش دقيقتين اللي هو ابن المتهم، ابن أيوة. المجن عليه، ابن المجن عليه اللي هو ساجد. لحتى في الفيديو برضو ساجد رايح على ابوه، يعني يا دوبك ابوه اول طعن طعنها ساجد رايح لابوه. المسافه بينه وبينه زينا حضرتك كده، مفيش، هو نازل ياخد ابنه، مش مفيش اي حاجه يعني، مش في نيته خالص يعني. الولد شاف ال ايوه شاف أبوه. وشال ابوه، شاله بعد ما انضرب، شاله وهو بيموت برضو، الولد بيضربه وهو شايله. لو سالت ابن الصغير ده هو يقول لو سألت ابنه يقول له هو عامل ايه في ابوه؟ يقول دبعه يا سيدي. اهو انت لو سألت الواد اللي ما يعرفش رب لسه ده اهو، لو قلت له هو عامل ايه في ابوه؟ يقول يا سيدي دبعه. عارف يا عمتي؟ قلت له يا سيدي. كان عارف عمه؟ قلت له بالعمامه. دبح بابا وبقى يا عمتي وبابا يعمل كده اهو. جيت قدام المغرب كده قالوا لي تعالى روح، بقول لهم في حاجه، دول ده في واحد ضرب ابويا عشان يطمنوني يعني هو ميت. قالوا طب بس تعالى روح. انا جيت والدتي بتعيط ومراته بتعيط والعيال على خيرهم، يا بابا يا بابا، اخويا ماله؟ انا قالوا انا هم ما شفتوش، انا لما شفت الفيديو انسعرت. الله يرحمه ويغفر له. ماشي.
بقال الله خالص تعزيز. حسين عايزين نعرف من حضرتك موضوع المحكمة السعودية والقضية من البداية حتى الآن. احنا علمنا ان جهة التحقيق قد احالت المتهم الى محكمة جنايات فوة لبدء اجراءات محاكمته عما نسب اليه من الاتهامات. والأول بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة النقاش في هذه القضية، الحمد لله انتهى التحقيق فيها بفضل الله وبفضل نيابة أهلين السيد مستشار المحامي العام، وتم حالة القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ودي تهمة يترتب عليها إن شاء الله حكم الإعدام. يعني الإحالة عززت بأدلة قوية جدا، منها اعترافات المتهم وتصوير الواقعة، ومنها من أغرب الأدلة اللي موجودة شهادة شقيق المتهم إن هو شهد عليه أنه قتل المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد. إن شاء الله بإذن الله منتظرين محاكمة عاجلة إن شاء الله بإذن الله، وقصاص عادل يوم 18 إن شاء الله بإذن الله يرجع الحق لصاحبه، ونصل بإذن الله كما تعودنا من القضاء العادل والشامخ إلى حكم منصف وعادل للأرواح التي فقدت إن شاء الله بإذن الله، وهذه الروح البريئة التي توفاها الله إن شاء الله بإذن الله يكون في حكم الإعدام بإذن الله يوم 18 بإذن الله إن شاء الله. شكرا جدا بإذن الله. طبعا من الغرائب كمان ان شقيق المتهم يعترف عليه ويحكي بالواقعة تفصيليا. يعني انا بقول ان الواقعة دي مشهودة بعدد من الشهود، واهم شاهد فيها يعتبر هو شقيقه، لان شهد بحيادية تامة وذكر ان هناك نية وهناك سبق اصرار وترصد من قبل المتهم. وانا اعتقد ان شاء الله باذن الله ان يكون في حكم عادل بالإعدام إن شاء الله. لا تدنى عليه من قضاءنا المصري طبعا يحكم بما يراه مناسبا من الأوراق وبيعدي، فكلنا ثقة في قضاءنا المصري إن شاء الله. إن شاء الله متابعينا في القاهرة. أنا أسأل حضرتك، بتقول يا حضرتك تعالى يا فادي، خد تعالى يا حبيبي، تعالى يا خد يا فادي، تعالى. أنت عاوز إيه من أبوك؟ عاوز حاجة أبوك إيه؟ خد يا حبيبي تعالى يا فاتن، هنا تعالى العم وابو غير عاوز النهارده قبل بكره يعدموه لو في عداله يعني وفي عدالة زي ربنا ما قال الواد ده يتعدم النهارده قبل بكره ان شاء الله باذن الله. تعرف قضاءنا عادل يعني والبقاء لله. هنتابع مع حضراتكم خلال يديك الصحة يعني حاجة زي ربنا ما جاب زي ربنا هو اللي كتب القرآن. بس يعني حاطين أقوالهم من العمر من الشباب من الدنيا وخرمون من عيال بين عيال الحين من الأب عيال ما همش حسوا ما لهمش بعد ربنا دلوقتي اللي جيتهم يدوهم راجل كبير هم عيال لسه اللي راحوا ولا جم اتحرموا من كل حاجة في الدنيا، يكفي ان هم اتحرموا من احتواء الأب لهم. فطبعا احنا اقل حاجه ان هم حقهم يرجع ان شاء الله باذن الله. احنا مش عايزين اكتر من ان حق ابوهم يرجع وحقه لاولاد دولت يرجعوا.